نحن الآن في منطقة العرضي بمديرية باب المندب غربي مدينة تعز، وهي أقرب نقطة على الساحل الغربي اليمني من الممر الدولي، والذي يظهر من خلفي الآن الممر البحري الدولي. هذه المنطقة هي من أهم المناطق الاستراتيجية على مضيق باب المندب. فمثلا هذا الجبل الذي يرى الخريطة من أو من السماء، الخريطة الكرة الأرضية، هذا هو جبل مراد، أقرب نقطة. هذا هو جبل مراد، هو أقرب نقطة للممر الدولي، بالإضافة إلى جبل أسد. نبقى هنا في جبل مراد، أيضا في هذه المنطقة، منطقة العرضي. أيضا في الجانب الآخر يقع جبل أسد أو جبل لالية، يطلق عليه الأهالي جبل لالية، لكن أيضا يطلق عليه جبل أسد، ولكون هذا الجبل يظهر كشكل أسد جالسا على الأرض. ما بين الجبلين جبل أسد وجبل الجبل لالية أو جبل مراد، على هذا الشريط هو الممر الدولي، الممر الدولي على البحر الأحمر، على هذا الشريط الذي يظهر بين الجبلين. تمر من هنا السفن على البحر العربي تحديدا، وليس البحر الأحمر، إنما يلتقي البحر الأحمر والبحر العربي هنا في تلك المنطقة على هذه ما يظهر من خلفي. كما قلنا، هذا الشريط من هنا تمر السفن، نستطيع أن نرى السفن إذا مرت، لكن لا توجد سفن تمر الآن. المقصود هنا أن هذه المنطقة، منطقة العرضي، رغم أهميتها الاستراتيجية هذه، إلا أنها من أكثر المناطق الأشد فقراً في اليمن وفي تعز بشكل عام، وفي تعز بشكل خاص يعاني الأهالي هنا معاناة كبيرة جدا حتى من قبل الحرب، ما ناهيك عن وصول الحرب ووصول المعارك إلى هنا واستهداف هذه القرية بشكل كبير، كون تمركز ميليشيا الحوثي وصالح كان في محيط هذه القرية. فعاد المواطنون من أبناء العرضي وقرى العرضي المتواجدة هنا في هذه المناطق معاناة كبيرة، إضافة إلى كونهم استقبلوا عشرات النازحين من أهالي منطقة ذباب، مديرية ذباب، كلهم فروا إلى منطقة العرضي التي لا تحتمل أهلها أساسا، كيف بعشرات الأسر التي نزحت إلى هذه القرية. فعلا أهل قرية أو منطقة العرضي بقراهم جميعها استقبلوا جميع النازحين من مناطق المعارك، والتي لا زالت تتعرض لقصف والمعارك في محيطها، كمديرية ذباب ومديرية المخا، الكدحة، وحجة، كلهم نزحوا إلى هنا. فاستقبلهم الأهالي رغم ما يعانون من معاناة كبيرة، يعيشون المعظم هذه القرى لا زالت على البيوت والمنازل في هذه القرى، لا زالت مبنية بقش وبالأخشاب، لا تقي شيئا، وتزدحم البيوت بشكل كبير، يعانون معاناة كبيرة كما قلنا. لا مستوصفات هنا، لا رعاية صحية، المستشفى مغلق منذ قبل الحرب، قبل سنوات. طبعا النظام السابق ممثلا بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لم يكن هذه المنطقة لم تكن الأهمية عنده إلا لبناء المعسكرات المعسكرات كما قلنا، ومخازن الأسلحة. فهذه الجبال مثلا والمحيطة بقرية العرضي والتي تطل كما قلنا على الممر الدولي مخازن أسلحة، جميع هذه الجبال مخازن أسلحة كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. هذه الجبال من بداية الجبل أسد وحتى أطراف هذه المنطقة هي مخازن أسلحة بناها المخلوع عبد الله صالح. هنا سنأخذ الأهالي سواء من النازحين من مناطق الحرب أو من أهالي منطقة العرضي ليصفوا لنا وضعهم هنا وكيفية العيش في هذه
المناطق. أبدأ بهذا الأخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من الأرضي أو نادي؟ من أبناء الأرضي. أنت من أبناء الأرضي. إذا صف لنا حالكم هنا في هذه المنطقة. حالنا ما فيش كهرباء، ما فيش مستشفيات، ما فيش إغاثات، ما فيش ناقص من كل شيء. إذا كيف تعيشوا؟ نعيش حتى لو ما فيش شيء إلا بشيل البرميل بألف. برميل المي؟ المي البرميل بألف. عايشين على البحر وعلى الله. طيب وعندما معاناتكم في البحر ما أبرز مشاكلكم في البحر؟ مشاكلنا ما مشاكل قلبها هنا ونرجع ما عملنا مشاكل. بترول بالدبابة 7000 8000. طيب عندما ينعدم يعني البترول كيف ما نجلس توقف. وكيف تعيشوا؟ نعيش على الذي موجود داخل البلد الحاصل. نحن 1000 مقارب 1500 وفوقنا نازحين. النازحين من النازحين يعني اهل القريه 1500 وفوقهم 200 اسره نازحين. شكرا جزيلا. اخذ عاقل او عاقل حي عاقل منطقه العرضي سيصف لنا الوضع ويجمل لنا وضع المنطقه العرضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اسمي سريع عايش علي عاقل قريه العرضي. عاقل قريه العرضي. طيب. وضع قريه العرضي والقرى المحيطه في منطقه العرضي بشكل عام بالنسبه للشكل يعني بشكل عام باب المندب القرى اللي متواجده هنا كامل يعانون صراحه من مشاكل كثيره يعني من ناحيه الصحه من ناحيه الدراسه من ناحيه الماء من ناحيه المعيشه في البحر. هم يعني معتمدين بعد الله سبحانه وتعالى على البحر وتحدث لهم مشاكل وخاصه في هذه الايام ازمه البترول. إذا تأزم البترول وارتفع سعره توقفوا الناس وهم معتمدين على هذا البحر فإذا ما في بترول ما يشتغلوا في البحر. ونحن هنا يعني حوالي 1500 نسمة في قرية العرضي. أنتم 1500 نسمة في قرية العرضي طبعا. أيوه. واللي متواجدين فوقنا يعني بنفس هذا العدد نازحين من دباب من مدير الدباب حوالي يعني 1500. يعني لو تتصور كيف متزاحمين. أقل بيت في برا 5 أسر في البيت الواحد. 5 أسر. أيوه في البيت الواحد 4 5 أسر. صراحة يعانون يعني من حاجات كثيرة والله. طيب بالنسبة لكم أنتم هنا أهالي قرية العرضي بالتحديد أو القرى المحيطة يعني الخدمات الأساسية للتواجد هنا التعليم الصحة العديد من الخدمات الأساسية كيف التعامل معها وهل هي متواجدة في الأساس؟ بالنسبة في الوقت الحالي لا يوجد أي يعني شيء من هذا. لا هذا المرفق الصحي مثلا الصحي هذا من يوم ما بني هنا ما في اطباء. هذا المرفق الصحي من يوم ما بني هنا من يوم ما بنوه ما في يعني ما دخل فيه طبيب ما تعالج فيه مرضى. لم يفتح هذا المركز الصحي منذ متى هذا المركز موجود؟ ازيد ايش من 5 سنين حوالي 12 سنة اعتقد. 12 سنة ايوه ولم يفتح. كيف تداوون الجرحى؟ هنا في عندنا صحيين يطلبون الله يعني نتعالج عندهم ولا نروح لما كان الوضع مفتوح نروح لا تعز نتعالج او المخاء. الان الوقت الحالي اللي يبيعوا اي حاجه يعني مريض تعبان يروح عدن مثلا. هذا الولد مثلا هذا شوف هذا ساعود لك. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال اراك مصاب. اين اصبت؟ اصبت انا هنا ولا العب كبه. كنت تلعب واصبت. أيوة. طيب اين اسعفوك يعني؟ عدن. في عدن 3 ساعات مسافة. أيه. تقريبا 3 ساعات لو أنت مسرع يعني 300 كيلو تقريبا أو 250 كيلو. 250 كيلومتر في عدن في الطريق. وأنت في الطريق ماذا تشعر بالألم أو كيف؟ ألم كان قليل الألم وغثى وكله كسرت اتسرت اليد. طيب وأنت في الطريق من هنا حتى عدن صف لنا وضعك كيف كان؟ كان وجع على بس تحملت من عدن. أيه. ده خيار. أيه. ما فيش خيار. طيب ما الذي تتمناه انت وانت في اهالي منطقه العرب؟ اتمنى نشتي مايون نشتي مدرسات ونشتي مستشفى هنا ونشتي مدرسه. ما تدرس انت؟ انا دل... ما فيش مدرسين. ليش ما تدرس؟ ما فيش مدرسين. ما في شيء. ما فيش مدرسين. ايوه. والمدارس مفتوحه او مغلقه؟ مغلقه كلها. ايوه. نواصل. طيب يا عاقل يعني هذا طالب مصاب وايضا يقول المدارس مغلقه، لماذا مغلقه المدارس؟ أنتم الآن هذه المنطقة أعتقد سترة. شوف هي مغلقة الآن المدارس بسبب الحرب هذه. يعني أغلقت المدارس. من قبل كانت مفتوحة بس يعني التدريس ضعيف فيها. من قبل تفهم كيف؟ أما الآن
من بدايه الحرب، من قدام الحرب يعني حوالي بخمسة شهور او ست شهور مغلقه الدراسه. الجهال هذين يعني كيف تعامل الاطفال لا يدرسون منذ اعوام كما تقول؟ والله انا قلت لك شوف، احنا حاولنا ندرسهم تدريس من اجل ان يتعلم الجاهل انه يقرا ويكتب فقط. حاولنا نحن نتعاقد مع مدرس، ايوه، ونعطيه كل على كل اسره 1000 ريال في الشهر. يعني مدرس واحد للمنطقه كامل. ايوه شوف كيف يدرسهم مجموعه بعد مجموعه. من اجل ايش؟ من اجل انهم يعني يعرفوا الجاهل انه يكون يقرا ويكتب. صراحه احنا نعاني هنا يعني من مشاكل كثيره والله. الدراسه طيب الصحة. يعني اقرب نقطه للممر الدولي. ولا حياه كما نرى، القريه معدمه. لا ابسط مقومات الحياه غير موجوده، هناك عاقل هذه المنطقه، والذي تراه الذي تطالب به او تتمناه الان النظام السابق كما نرى لم يفعل لكم شيء، والحرب لا زالت مستمره، كيف ترى؟ أنا الذي اطالب، شوف، الى من يهمه الامر ان ينظروا الينا نظره انسانيه، ينظروا اذا هذه المنطقه ما هي الذي تحتاجه الناس. الناس احنا محرومين من حاجات كثيره والله، يعني زي ما تشوف الان انت على الواقع. انها اهم منطقه واقرب منطقه الممر دولي هام، وشوف كيف تعاني الناس، لا صحه لا دراسه لا مياه لا اغاثات، لا خاصه في الايام هذه الحرب. الناس يعني بصراحه يعانوا من مشاكل كثيره. والنازحين كيف التعامل معهم؟ النازحين والله نحن استقبلناهم حفاء واستقبلناهم وفتحنا لهم بيوتنا، اكثر حوالي 200 اسره جالسين عندنا هنا في القرية. نحن يعملون ما تعملون ويجلسون ما، ايوه، يعملون مثل ما نعمل، وياكلون مما ناكل ويشربون مما نشرب. يعني ما فيش اي ضرر عليكم او اي شيء؟ لا ما فيش اي ضرر. تاكس عليهم قيامنا بالمقيم نجلس طيب. هم يعانون، شوف، يعانون من السكن. انا قلت لك الان يعانون من السكن، ايوه السكن. يا طالب كل ليتي يعاني. طيب اخذ هنا شكرا لك العاقل سريع، دعني اخذ هنا بعض النازحين من ابناء منطقه الذباب. هنا عشرات النازحين كما قلنا من ابناء منطقه ذباب. انت من ابناء ذباب، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اذا كيف تعيشون في هذه المنطقه؟ ولماذا لم تعودوا الى بلادكم او الى منطقتكم؟ احنا ممنوعين من دخول ذباب. السبب؟ اليوم رحت استاذ هناك ضربونا برصاص. طيب هل لا زالت المنطقه تتعرض لقصف او؟ لا ما فيش قصف. واقفه. طيب كيف تعيشون هنا في هذه المنطقه؟ ايش نسوي؟ هذا امر. طيب ابرز ما تحتاجونه هنا في هذه المنطقه؟ ابرز احتياجاتكم، ما الذي تحتاجونه؟ اللي نحتاجه نشي خيام، نشي بيوت. احنا بين الناس محروقين، وكل اربع اسر في غرفه واحده. انت كم لديك اولاد؟ انا سبعه. لديك سبعه اولاد؟ واين تسكن الان بالتحديد؟ هنا في الارض، مدينه. يعني في خيمه او في منزل او فين؟ في خيمه. الان في خيمه، في حاليا؟ خيمه زائر. طيب والبقيه اين يسكنون؟ كله احنا في غرفه صغيره كذا جالسين اربعة، يعني مع اهالي منطقه العرض الارضي. طيب ما الذي تتمناه؟ انت الان على شاشه الجزيره مباشر، اي رساله تحب توجيهها؟ ايش اي كلام تحب؟ انت كونك نازح، لديك سبع اولاد، وضعك عايشين على البحر هذا، بس عندنا البترول اللي غالي، غلوا علينا البترول. اذا لم يوجد البترول كيف تعمل؟ نصبر ما نشتغلش، احنا واقفين على البحر، لا معاشات ولا شيء. يعطونا اغاثه كذا خفيفه بس ماشي، احنا صابرين على البحر هذا. صابرين على البحر، اذا هذه هي الحياه التي يعيشها هؤلاء النازحون، كما يقولون يعيشون على البحر، وهذا البحر فعلا بفضل الله كما يقولون وتوكلهم على الله، لا زال البحر هنا يعطيهم او يمدهم ب بعد الحبار. بعد السلام عليكم الاخ، هذا وصلت انت لسه واصل من البحر يا حاج؟ كان يتكلم معك عادك رايح البحر، وين اللي وصل هذا؟ هذا عشان يشتريه، ها يروح يطلب. طيب هذا ايش من النوع اللي وصل؟ هذا حبار. حبار الحبار؟ ايوه. ما هو الحبار؟ الحبار هذا قلوبه حبار، قلبي يعرفه حبار، اسمه الحبار. يوكل هذا؟ يوكل، ايوه. يصدر يعني فقط معاناتكم الان هي البترول، وتريدون العوده الى منازلكم. المنزل تعملون البحر مع اهالي منطقه العرض الارضي،
وهذا ما شاء الله المنطقة وفيرة بالأسماك. الحمد لله لنا ناكل ونشرب علشان البحر. طيب ما فيش مشاكل تواجهكم مع الممر الدولي؟ لا لا لا. هناك الآن تمر إحدى السفن. هذه السفن. هذا الممر الدولي. في بوارق تواجهوا هناك ويضربوا علينا الرصاص ونرجع. أحيانا رصاص ونرجع من الخط. السفن التي تمر يضربوا علينا رصاص ونرجع للقرية طوالي. أنتم يعني تصطادون من هنا بجانب الممر الدولي. إذا قربنا خلاص تطلق علينا رصاص طوالي مباشرة. يعني أنت لو اقتربت من هذه السفينة التي تمر الآن يعني يطلقون عليك النار. يطلق الرصاص. إذا كما سمعنا وكما قال هؤلاء المواطنون هنا في منطقة العرضي وقرى العرضي وقرية العرضي وأيضا القرى المحيطة وأيضا النازحون من مدينة ذباب أو مديرية ذباب إلى منطقة العرضي، هنا الكل يعاني معاناة كبيرة. لا، الخدمات الأساسية غير متوفرة، ليس بسبب الحرب فقط، وإنما من قبل أن تبدأ هذه الحرب ومن قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية، كون هذه المنطقة وكما نرى الآن هذه إحدى السفن أو البواخر الدولية تمر عبر الممر الدولي، وهذه أقرب منطقة. طبعا هذه التي تظهر استطاع هي أبعد من منطقة جيبوتي. الآن السفينة تمر من جبال جيبوتي، إنما هي تمر السفن بشكل جيبوتي السفن، أيوة السفن هي تمر بشكل أقرب من هنا من بجانب هذه المنطقة وعلى هذه الجبلين المحيطين بهذه المنطقة. الآن السفينة التي تمر هذه هي في منطقة بعيدة باتجاه جبال جيبوتي أو منطقة جيبوتي على الحدود هناك، لكن السفن الأساسية هي تمر بالقرب من هذه المنطقة، منطقة العرضي، وهي أقرب نقطة كما قلنا بعد جزيرة ميون على البحر. جزيرة ميون هي خلف هذا الجبل. أهالي منطقة العرضي هنا يناشدون المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأن ينقذوهم وأن يوفروا لهم حتى أو الشرعية يوفروا لهم حتى أبسط مقومات الحياة. بالنسبة لأهالي منطقة العرضي هنا يطالبون فقط بتوفير مستشفى أو مستوصف هنا في هذه المنطقة، كون هذا المستشفى منذ 12 عاما لم يفتح حتى الآن. لا توجد لا أطباء ولا مختصين هنا في هذه المنطقة. إذا عندما يصاب أحدهم يضطرون للسفر إلى محافظة عدن، وهي تبعد 250 كيلو مترا. إذا هذا بالنسبة لأهالي منطقة العرضي. أيضا النازحون من أهالي ذباب يحتاجون إلى العودة إلى منازلهم، ويحتاجون أيضا لاستمرار الإغاثة. الإغاثة تأتي على شهرين مرة واحدة، بالأضاء ثلاثة أشهر، إلا أنهم يحتاجونها كل ثلاثة أيام. لا يأكلون إلا من البحر بسبب انعدام المشتقات النفطية، أصبحوا الآن بلا عمل إلا ما ندر من توفير مادة البترول. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا في منطقة العرضي بمديرية ذباب غربي مدينة تعز على الساحل الغربي اليمني. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.